بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعليم لجمهورية الهند الصديقة الدكتور راج كومار سينغ على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وأتمنى بن مبارك دعم الحكومة الهندية ومواقفها في كافة المحافل الدولية بالإضافة إلى مساندتها الحكومة اليمنية لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمي، مشيرا إلى ما خلفه الانقلاب الحوثي من أزمات على كافة الأصعدة الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية. من جانبه أشاد وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مؤكدا أن الحكومة الهندية لن تتوارى عن مساندة اليمن على تجاوز تداعيات أزمته الحالية وخاصة في مجال تعزيز الأمن الغذائي، ومجددا موقف بلاده الداعم للمجلس الرئاسي للاستقرار وأمن اليمن.